أشوف أنا نقطة نظام سيد الرئيس نقطة نظام علاش كتخافوا من نقطة نظام علاش كتخافوا سيد الرئيس ما بغيتي تعطينا نقطة نظام قول لنا خرجوا بحالكم قول لنا سيروا حنا نشوف حنا كنعلنا الانسحاب ديالنا وكنحملوا السيد الرئيس المسؤولية فيما وقع وفيما سيقع. كنتعرضوا للإهانة ونجلسوا كلشي كاينين. راه ما يمكنش تعرضوا للإهانة. ولا حتى السيد الرئيس. السيد السيدة خديجة واسكا قلت كلمة. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. تحية. شكرا سيد الرئيس تحية صباحية للحضور الكريم. وصفتي حقيقة قبل أن نبدأ في الملاحظات أشكر القائمين على هذا الفضاء وكنتمنى للإخوان يحسموا في النقاش حتى نتمكنوا أننا نختموا الأشغال ديالنا بواحد الأريحية. كاينه نقطة واحدة ثلاثة ديال الدقائق زائد واحد دقيقة وقلنا لهم غادي يديو شوية البونة مع المعارضة اللي بغا يجي هنا يجلس يهضر ساعة خلي فين يهضر ماشي أنا مخلص راه كانت عنده الإمكانية باش يجي للجنة ويتكلم ساعات ثم ساعات واللي ما جاش للجنة وكيقلب على باش يشوف راسو في التلفزيون ولا يشوف راسو في العائلة أنا غادي نشتغلو وغادي نكملو وان شاء الله الأغلبية ديالنا راها يعني موجودة وغادي نزيدو للأمام واللي مهم أنه أش غادي نديرو مع الناس ديالنا.